أهل اليمن، وين هي البخرة؟ بصعاب بصعاب عليكم، تسد الخوف داخلهم، تسد الرعب والقلق داخل قلبهم، خلوا عرق سبينو ينزل من وجوههم. اليمن أرعبوهم أرهقوهم بكوهم من بعد هيدا الإنجاز الكبير. الكل يوقف، الكل يوقف، توقف بتحمل قبعتك وبترفعها لأهل اليمن من بعد هيدا الشيء اللي عملوه. أهل اليمن الله يهنيكم بالسفينة، تصرفوا فيها. أهل اليمن، أهل اليمن، إيش هالجمال؟ أنا أتحداكم أول شخص حيفهم هذا الإيموجي هو أهل اليمن، وبعدين الناس اللي متابعة الأخبار معي. يا عمي شو هالجمال؟ شو هالمفاجآت الحلوة؟ طب خبروني، بس خبروني، إشي بيقول 22 حد عليها وإشي بيقول 52 حد عليها، اكتبوا لي في التعليقات كم. وماني كل الأخبار الحلوة خبرونا إياها أول بأول، ولكم يسعد دينكم. أنا بعرف إنه ممكن تنحجز دراجة نارية، ممكن كمان تنحجز سيارة إذا ما كان فيها أوراق، بس إنه تنحجز سفينة، لا هاي كبيرة. سفينة يا أمة الله انحجزت، هاي دي كتير كبيرة. عم الإسرائيلي شو فاشل، ولو كتير كبيرة سفينة يا أخي. باب إيش بعدنا نشوي الإسرائيلية قريبا جدا إن شاء الله. يا زلمة قسما بالله مفخرة يا اليمن، يسعد قلب اليمن يا زلمة، الله بحيي أصل كل واحد يمني. اليمن بتحتاج السفينة لورق الحمام قريبة منها، تخيلوا اليمن احتاج السفينة للجماعة هذولاك كانت قريبة من اليمن. يا أخي أقسم بالله يسعد قلبكم، شوفوا السفينة اللي احتجزوها، يسعد قلب اليمن. أقسم بالله اليمن قاعدة بتحارب فيهم بحريا وجويا وإعلاميا وكل إشي. يسعد قلب اليمن، يسعد قلبك يا كل واحد يمني، والله إنكم رجال، والله إشي يرفع الراس، الله بحيي كل واحد يمني. أقسم بالله يا اليمن إنكم بلد مفخرة، الله يسعد قلبك اليمن وكل واحد يمني، والله إنكم ترفعوا الرأس. يلي ما بربيه الزمن بتربيه اليمن. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بقول لك أتاكم أهل اليمن، هم أرق أفئدة وألين قلوبة. نعم هم قلبهم كثير رقيق، هم أصل العرب، لكن أنا من عندي بقول لك اليمن زي الصناديد وجه العدو، وزي الجبل بيظل واقف ما بنهز. اللي عملوه اليوم إشي مشرف، مشرف كثير كثير. وإذا حدا بده يقعد يطلع يقول لي تراهم مش عارف من وين، ترى يا زلمة لوينهم من الموزمبيق. اللي بيعملوه إشي كبير، اللي قاعدين بيعملوه إشي كبير. ورجونا أنتوا وشمروا عن ذراعاتكم وانزلوا واعملوا بس ربع اللي بيعملوه. يعطيكم العافية.